كل سنة وانتم طيبين. النهاردة حد الرفاع ومش عاوزين نفكر كتير في الاكل يعني، اوكي؟ انا عارف ان يمكن في حد الرفاع بنتشغل قوي، يعني هنرفع بقى بايه وهنعمل ايه وهنروح فين، وكل واحد هيحقق كل امنياته اللي هو مأجلها بقاله 5 سنين يحاول يحققها النهاردة. عايزين برضو يبقى يعني جنب ده ناخد وجبة برضو روحية، نفكر برضو في حياتنا مع ربنا، لانه الانجيل النهاردة بيعمل لنا برضو بيدينا برضو كده تحدي، كده تحدي يدخلنا في روح الصوم الكبير. لان احنا بنعتبر الروح الصوم الكبير ده هو يعني روحنا، يعني هو روح الكنيسة، روح تقصها اجمل من اجمل ما يمكن، يعني حتى في الالحان وروحانية الالحان والطقوس والقداسات المتأخرة، اوكي، والصوم الانقطاعي وقعدات الاعتراف والقعدة مع الإنجيل، يعني كل الأمور ديت بتبقى يعني من أولويات طقس الصوم الكبير. فنحاول أن احنا يعني ناخد من دوت على قد ما ربنا يدينا من قوة. ربنا يعلم مدى انشغالاتنا ويعلم مدى التحديات الموجودة في حياتنا والتحديات الموجودة في العالم كله من حوالينا، ويمكن يكون الصوم الكبير دوت رسالة رجاء انه جاي في وقت العالم كله فيه مضطرب والعالم كله فيه بيغلي والعالم كله عمال يقول هو ايه اللي هيحصل بكرة ومين هيضرب مين ومين هيعمل ايه مع مين. فخلينا يعني يكون عندنا هذه الرسالة، رسالة الرجاء والخلاص، لان المسيح الهنا امبارح قالوا له ما سمعتش بالجليليين اللي راحوا لبيلاطس وكان معهم زبايحهم، فبيلاطس خلط دماءهم بدماء ذبائحهم، يعني قتلهم بطريقة كلها وحشية، ما سمعتش بالناس دول؟ ايه رأيك في الموضوع دوت؟ زي كتير مننا ما بيقول يعني دلوقتي ايه رأيك في اللي بيحصل ده وهنا وهنا. فرد عليهم المسيح وقال انتوا فاكرين الناس دول يعني كانوا خطاة اكتر من بقية الناس اللي على الارض عشان كده حصل لهم كده؟ لا، ده انا هقول لكم حاجه تانية كمان. انتوا بتتكلموا عن الجليليين اللي هم شويه بعيد يعني، طب انا اكلمكم عن ناس بقى ايه في سلوام. سلوام دي في الجنوب، اللي هو الناس اللي كانوا بيعتبروا نفسهم يعني ايه بتوع ربنا، يعني احنا بتوع ربنا، احنا اللي عندنا الهيكل. قال لهم ما في برج وقع على 18 واحد وماتوا في سلوام. انتوا فاكرين برضو ان دول كانوا اكثر خطيه من بقيه الناس؟ بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. المسيح وجه نظرهم في حتة تانية خالص، خد نظرهم من الـ إيه مين بيقول إيه ومين بيقول عكس مين، وقال لهم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى النهاردة عايزين نركز على رسالة التوبة. سيدنا كان واقف هنا مبارح وبيقول لو هنقول كلمة واحدة نلخص بيها كل الصوم الكبير اللي هو 55 يوم دوت، هتكون هي كلمة التوبة، إن لم تتوب. عايزين يكون في توبة. إحنا نقول يا رب لا هنتوب يا رب. إن لم تتوب لا يا رب، إحنا يعني النهاردة هنحط قلبنا على التوبة. في رسالة حلوة خالص النهاردة، إنك وإنت بتتوب وإنت بتجهز نفسك للصوم، تلاحظ إن المسيح النهاردة اتكلم عن الصوم آخر حاجة. اتكلم قبله عن الصدقة واتكلم قبله عن الصلاة، بنسميهم الفيتامين 3 صاد. فيتامين 3 صاد، فيتامين مفعوله يعني أكيد للحياة الروحية. اسألوا أي دكتور يقول لكم على الموضوع ده، أوكي؟ صدقة صلاة صوم، صدقة صلاة صوم. نسيح لهم بالترتيب دوت علشان يطلع الإنسان من فكرة ان هو يعني اهتمامك كله يكون منصب على نفسك. في مقولة حلوة لأحد الآباء القديسين تقول بحثت عن الله ولم أجده، وبحثت عن نفسي ولم أجدها، وبحثت عن أخي فوجدت أخي ونفسي والله. بحثت عن الله ولم أجده، يمكن ده يكون لسان حال بعض مننا، فينك يا رب؟ وبحثت عن نفسي
حتى قعدت ادور على يعني انا ايه يعني طموحي، ايه مستقبلي، الحاجات دي ولم اجدها. وبحثت عن اخي فوجدت اخي ونفسي والله. يمكن النهاردة تكون دعوة لنا ان احنا كل واحد مننا يهتم بغيره. الرسالة التانية سريعا هي رسالة لا تيأس، رسالة رجاء لا تيأس، لا من توبتك انت ولا من توبة حد تاني في حياتك، لا من توبتك ولا من توبة حد تاني في حياتك. ما تيأسش من توبتك لان ربنا فاتح ابواب رجاء كبيرة مهما كان. لا تيأس أبدا من توبتك. البابا شنودة كان يقول يا أخي إن كنت تيأس من نفسك فلا تيأس من رحمة الله. يا أخي يعني كل حد مننا، إن كنت تيأس من نفسك فلا تيأس من رحمة الله. في مرة واحد كان يعني ابن ربنا في الكنيسة وكان يحب ربنا وكان يعني حياته في محبة الله في مخافة الله. الشاب دوت ابتدى يبعد تدريجيا عن ربنا، يبعد تدريجيا عن محبته لربنا والخدمة، وابتدت تدخل حياته كده بعض الأمور الغريبة لغاية ما بقى مع الوقت يعني ممكن يعمل حاجات يعني ممكن تكون تدخل في دائرة الإجرام، وهو يعني عمال يعني ينزلق زي ما بنقول. لغاية ما في مرة من المرات وهو بيسرق حاجة كان هيتمسك، طلع يجري بكل قوته علشان خاطر يعني يهرب من الموضوع دوت، وقدامه طبعا كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل له لو مسكوه والكلام ده كله. لغاية ما بيجري 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 نزل على سلالم محطة أوبان، دخل الأوبان بسرعة وهو بيزمر يعني كده اللي هو محدش يركب يعني، وراح الباب اتقفل بعد كده. هو دخل والباب اتقفل فحس نفسه ان هو كده ايه الحمد لله الحمد لله. اوكي لا نفسه بيقول الحمد لله بعد كده يعني في لحظة كده بيقول عليها بروخ تايل اين سيكوند ولا مينوت، قال ايه اللي انا بقوله ده، ايه اللي انا بقوله ده، ده اللي انا بقوله ده الحمد لله، ايه ده ملوش دعوه بكل اللي انا عايش فيه دوت. وبعد كده ما تفهمش جت منين، بس هي كده راحت زنت في دماغه كده ايه كان بيقراها كده وهو صغير، المستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. قال ده انا لو كنت اتاخرت ثانيه واحده كمان كان الباب اتقفل قبل ما ندخل وكنت هتمسك واتبهدل، ده انا دخلت لحيت ادخل في اخر لحظه. طب انا هعمل ايه بقى في ابديتي لو اغلق الباب بالنظام بتاعي دوت كده، بس اغلق الباب بقى مش وانا جوه، اغلق الباب وانا بره. وفي البروخ تايل اين سكوند دي وفي شويه الحاجات اللي ابتدوا يعني اللي ابتدى يفكر فيهم ابتدى يكون في بدايه طريق الى الله. مش هو ان الامور راحت على طول بقت زي الفل وتمام التمام، لكن بقى في بدايه بصيص نور موجود في آخر التونل دوت علشان خاطر يوصل إلى الله. في شخص كان بعيد جدا عن الله ولا أحد أبدا يتخيل أن ممكن الشخص دوت يتوب، وفي مرة وهو قاعد منتظر صديقه لخروجه من خروجات الشر لقى الإنجيل موجود زي ما موجود في بيوت كتيرة خالص على الترابيزة ومفتوح، بص عليه لقى استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. خرج وراح ودخل وعمل كل شيء ممكن الواحد يتخيله، بس الآية دي فضلت تزن جوه دماغه تزن جوه دماغه، ولو جدع انساها، ولو جدع اركنها بره دماغك، ولو جدع اعمل أي حاجة علشان خاطر ما تقعدش تزن جوه دماغك. فضلت تزن جوه دماغه لغاية ما الآية دي خلته مش يتوب بس، ده خلته يكرس كل حياته لربنا في خدمة الكهنوت. الآية دي خلته يكرس كل حياته لربنا. يبقى لا تيأس من توبتك، وإن كنت تيأس من نفسك
بسبب اي خطيه او ضعف، فلا تياس من رحمه الله. تاني حاجه، اوعى تياس من حد ابدا موجود في حياتك، لان النهارده الانجيل يقول لو غلط اخوك سامح. خليك انت صوره الله اللي بيقبل، سامح ولا تياس ابدا من توبه احد، لان ربنا يعني قادر يجيب كتير. كانت خادمه في مدارس الاحد، شابه كده صغيره في الجامعه، عايزه بتحب ربنا ونفسها تخدم ربنا، وكانت تروح تخبط على ولد ما كانش بيجي لمدارس الاحد. الولد ده كان كل مره تروح تخبط عليه عشان تفتقده لازم يعمل فيها مقلب، لازم يعني اللي هو ايه، عايز يطفشها يعني باي شكل وخلاص. لغايه ما في مره من المرات، وكان الجو بيمطر والدنيا مزحلقه، ولها برضو جايه علشان خاطر تفتقده، عمل فيها مقلب او يعني احرجها او حاجه كالعاده. نزلت، وهي نازله ربنا اراد ان يرتب حاجتين اتنين. اول حاجه، البنت دي وهي ماشيه في الشوارع في مصر اتزحلقت وقعت في الطين، هدومها كلها اتطينت. لكن ربنا اراد ان الولد ده يكون في الوقت ده واقف في البلكونه ويشوفها وهي بتقع كده، ويقعد يضحك عليها جدا، ويتخيل ان بعد الموقف ده يعني دي خلاص يعني تسيبها من القصه دي خالص. لكن لما شافها بعد كده، كانت دي برضو حته نور في اوضه مظلمه. لا تياس من نفسك طالما في توبه، ولا تياس ابدا من رحمه الله، ولا تياس من أحد. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته الآن وكل أوان، وإلى دهر الدهور كلها. أمين.